طيب مباراة غدا منتظرة أكيد للهلال أمام فلامينغو. طبعا الواقع يقول أنه ما نحمل الهلال أكثر مما يحتمل، لكن اللي يشوف مباريات الهلال الأخيرة أورا والذهاب والإياب ويشوف مباراة الترجي يشعر بتفاؤل كبير أنه الهلال قادر أنه يعمل شيء في مباراة الغد. أبغى بكل واقعية بعيدة عن العواطف، كيف ممكن يدخل الهلال مباراة الغد؟ إيش فرص أنه الهلال يحقق شيء غير مسبوق ويوصل لمباراة نهائية؟ أتكلم غير مسبوق الأندية السعودية ويوصل مباراة نهائية، وهذا بالتأكيد راح يكون شيء مهم جدا في تاريخ الكرة السعودية. وكيف ممكن نحن كمان نعلق الجماهير بعواطف ومبالغات في غير محلها؟ حديثنا شوي حساس. أترك عندكم جميعا ماجد وعيد ومحمد، أبدأ معك ماجد. شوف أنا أقول دائما في كرة القدم التفاصيل الصغيرة بوجود تفرق كثير. يعني مثلا أنا بعطيك مثال في كأس الخليج اللي كانت في الرياض، واحدة من كؤوس الخليج، كان وقتها الأمير تركي بن خالد مشرف عام على المنتخب السعودي الأول. أتذكر بأن اجتمع يوم النهائي مع اللاعبين، وكانت مباراة تجمع قطر والسعودية، أو إذا فزت على قطر تأخذها بعدد النقاط. فقال، وكان الملك سلمان الله يطول بعمره ويحفظه كان وقتها أمير الرياض وهو اللي حيسلم الكاس، قال لهم كانوا كل اللاعبين بس تحديدا سامي الجابر ومحمد دعية بحكم أنهم هما قادة المنتخب، خلاهم يقومون وقال لهم تخيلوا بكرة تمرون من عند المنصة بوجود الأمير سلمان الملك سلمان الله يحفظه، ولا يقدر واحد منكم يحط يده على الكاس. هذه التفاصيل المعنوية بوجود تفرق. اليوم حتى الرسائل اللي أنا سمعت فهد بن نافل سمعتها، أنا الرسائل اللي وجهها للاعبين ليلة المباراة مع الترجي لها بعد عند اللاعب، لها بعد معنوي. شفنا اللاعبين كيف أدائهم، كيف روحهم. احنا في أوقات كثيرة انتقدنا الهلال، قلنا ما في روح، انت أعطني روحك، سلمني روحك وبعد كذا أنا مالومك، تخسر بالنتيجة مين مشكلة النتيجة، بس عطني روح، اثبت لي أنك تقاتل في الملعب. اللي أبغى أقوله أنه هذه التفاصيل، عملية أنك تجي للاعبين توصل لهم مثلا مسج تقول لهم يا أخي ترى العين الإماراتي يوم من الأيام وصل مع زوران إلى النهائي، يعني ما في شيء مستحيل، ما في شيء صعب. وفي المقابل وإحنا في المكتب نسولف أنا وياك، يمكن نختلف نتفق، لكن أنا أقول لك في 6 إلى 7 لعيبة في الهلال ممكن لو يروحون لفلامينغو نفسه البرازيلي يلعبون أساسيين. أنا هذا رأيي. فمعنى هذا رزفان قال بأنه 11 ضد 11، كرة القدم اليوم ما فيها مستحيل، فيها تفاصيل صغيرة اللي يلعب عليها زي ما لعب عليها الهلال أمام الترجي التونسي بطل إفريقيا في النسختين أخذها. هذا جانب. أنا أقول أن الهلال يملك كل الأسلحة اللي تؤهله بإذن المولى عز وجل أن يكون طرف في النهائي. وأنا أبثني على كلام خبير جميل جدا يتواجد معنا هنا دائما في الكورة، اللي هو الكابتن حاتم خيمي. حاتم خيمي قال كلام حقيقة من ذهب يمكن ما يقوله هلالي، وهذه حقيقة. الهلال اليوم، شوف ارجع للتاريخ القريب والبعيد، هو رقم ثابت، يمكن يكررها دائما ياسر القحطاني، هو رقم ثابت، فعليا رقم ثابت. قال لما ينزل للقاع وين يروح؟ قال حاتم الله يذكره بالخير، ينزل للقاع وين يروح؟ يصير ثاني. هذا هو الهلال، هذا قاع الهلال، هذا قاع الهلال. من عرفنا الهلال، حاتم قالها وأنا أكررها لأني معجب فيها. وأنا دائما أرى الكابتن حاتم مو عشانه والله يطلع في كورة والله، ولا عشانه من الفريق، أنا يعجبني في أراءه حتى في تقييمه للأمور. وقتها كنا نتفق أنا وهو بقوة على موضوع رزفان وسط وجود، شوف أنا أجيب لك وما أبغى أسمي، ما حسمي لاعب هلالي مهم جدا في تاريخ الهلال، طالب بإقالة رزفان وقال أنه عملية التدوير اللي قاعد يسويها ستسقط الهلال وراح توديه للهاوية، وطالب فهد بن نافل بأنه يشيله.